ماروك أخبار يومية. السلام عليكم ورحمة الله. أكد الفنان الكوميدي أمين الرادي تنازله عن الشكاية التي رفعها ضد الشرطي الذي اتهمه في السابق بالاعتداء عليه موثقا لحظة تعرضه للضرب عبر فيديو مباشر على الفيسبوك. وقال الرادي في خرجة إعلامية أنه لا يحقد على الشرطي ولا يريد له العقاب، مضيفا أنه تفاجأ بظهوره وسط الطريق طالبا منه التوقف قائلا وقف الحمار على حد تعبيره، وهو ما اعتبره الفنان مسا بكرامته ليرد عليه يكمكين باس، وهي الكلمة التي أدت إلى انفعال الشرطي وقيامه بتعنيفه، حيث قال له أنا هو اللي كنقول لك واش كاين الباس ولا لا، ما تهضرش معايا هكا، راه كيتكلم معك بوليسي. وردا على الاتهامات الموجهة إليه قال الرادي أنه عكس ما يقوله البعض من أنه مذنب فما كان ليكون حرا الآن ولا يتم التحقيق معه لو لم يكن بريئا. نشكركم على حسن المتابعة. قناة ماروك أخبار يومية.